كنا كنعرفوا بأن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشار عند السيدات، وبأنه كل ما كان الفحص مبكر كل ما كانت النتائج والحدود ديال العلاج أكبر. بالنسبة للطب النووي كيتدخل أو عنده واحد الدور في جميع مراحل العلاج ديال سرطان الثدي. مثلا إلى تكلمنا على بيتسكان، هي واحد الآلة متطورة اللي كتمكننا من الفحص والكشف ديال الذات كلها، يعني ان كورونتي. بطبيعة الحال ماشي في جميع الحالات، ولكن في الحالات اللي الطبيب المعالج كيقرر بأنها كتقدر تساعده في العلاج، مثلا في بداية العلاج في البيلون ديكستونسيون. بطبيعة الحال ماشي في جميع الحالات، ولكن ملي كيبان للطبيب المعالج بأنه هذا الورم كبير أو لا أنه عنده حدود أكثر في الانتشار، أو لا إلا تبين ليه ديجا في لي راديوغرافي ديال لو سان مثلا، ليكوغرافي ولا لا مامو ولا كاع مثلا ليغان، بأنه كاين انتشار ديال السرطان في العقد اللمفاوية. ديك الساعات الطبيب المعالج كيلجأ للبيت سكان باش يتأكد من أن المرض إما في المحل ديالو لوكاليزي أو لا انتشر في باقي الذات. دونك مثلا الحالة الثانية هي كتكون المريضة ان كملت العلاج ديالها، ولكن الطبيب شك بانه المرض رجع، يا اما لان التحاليل ديال الدم طلعات في الوقيته ديال المراقبه المستمره، او لا عنده واحد الشك في السكانير بان بانت واحد الاصابه جديده وما تمكناش نعرفوا واش فعلا هي اون ليزيون يعني سرطانيه او لا ما عندها علاقه بهذا المرض. الحالة الثالثة هي أنه كيكون الطبيب عارف بأنه المريضة عندها انتشار ديال المرض في الذات، وكيلجأ للتقنية ديال بيت سكان باش يقدر يقرر واش المرض كيتجاوب مع العلاج أو لا. وهاد التقنية ديال بيت سكان هي متطورة بالخصوص في العظم وفي الكبد. غنتكلم لك على واحد التقنيه اخرى اللي هي التقنيه ديال الغونغليون سنتينيل، اللي كيلجئ ليها الطبيب الجراح قبل العمليه ديال اما استئصال الورم او لا استئصال الثدي بكامله. في بعض الحالات يعني مثلا لو ميدسان نوكليير كيدير ليه واحد الماركاج ديال العقده اللمفاويه الاولى اللي كاينه في لو دريناج لمفاتيك ديال الثدي. علاش؟ لانه كيتبع محطات، يعني بحال القطار ما كيقدرش ينقز واحد المحطه قبل ما يمشي للمحطه اللي قبل منها. هذيك الحاله ملي تنديروا ليه حنا الماركاج لا غدا في العمليه، اول حاجه كيدير كيستأصل هذيك العقده اللمفاويه الاولى، يعني كتسمى لو غونغليون سنتينيل لو بروميير غولي غونغليونير. ملي كيحيد هاد العقده اللمفاويه كيتم التشريح ديالها قبل العمليه. دونك الطبيب ديال التشريح كيجاوبو قبل العمليه انه مثلا الا كان هذاك العقده مريضه كيتم استئصال ديالها واستئصال باقي العقد اللمفاويه كامله، ما كيقدرش يخليها لان كاين شك واحتمال كبير بانه تكون مريضه. في الحاله الا جاوبوا بان هذيك العقده اللمفاويه ما مريضاش، ما كيديرش لو كوراج اكسيلير، يعني ما كيحيدش هذيك العقد اللمفاويه الاخرى، وهذا الشيء كيجنب المريضه بعض المضاعفات كالحريق، التورم ديال الذراع الى اخره.